هذه هي المخازن والمحلات الخاصة ببيع كماليات السيارات التي تعرضت إلى حريق كبير وسط مدينة أريبيل. السلطات المحلية شكلت لجان تحقيقية للوقوف على أسباب هذا الحريق. أيضا هناك خسائر مادية جسيمة في هذه المحلات. بعد 8 ساعات متواصلة سيطرت فرق الدفاع المدني بشكل كامل على الحريق الذي التهم عددا من محال بيع كماليات السيارات على شارع 60 وسط مدينة أريبيل. وعلى خلفية الحريق شكلت السلطات المحلية لجنة خاصة للوقوف على أسبابه وجرد الأضرار والخسائر المادية. والله كماليات تلبيس وغلاف سيرنا هاي الشغلات. شبيت خسائركم يعني؟ والله هواية. والله هو جيراننا هو يعني كاكمادي هو يعني ايه والله الحد يعني 4 ملايين تقريبا، 4 ملايين دولار 3 طابقات. هو شنو هاي المحلات اللي هنا؟ هذا كله زينه مال سيارات. زينه مال سيارات. نعم. شنو اللي يعني الحريق شبي الساعه صار؟ من الساعه 9 ل 5 الصبح بقى. ويعد سوق بيع كماليات السيارات من اكبر الاسواق واقدمها، إذ يضم العشرات من المحال التجارية للبيع بالجملة والمفرد من أكسسوارات وزينة السيارات، إضافة إلى بعض الأدوات الاحتياطية، وهو وجهة لسكان المدينة والوافدين والسياح ومحدودي الدخل بسبب أسعاره المناسبة. أسباب حريق محلات كماليات السيارات لا زالت مجهولة. شكلنا لجنة خاصة لمعرفة أسبابه. الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، بل هناك خسائر مادية، ونحن بصدد جرد تلك الخسائر. وشهدت أريبيل منذ بداية العام الحالي تسجيل مئات الحرائق، وكان أشدها وأعنفها الحريق الذي شب في سوق القيصرية، وأدى الاحتراق ما يقرب من 300 محل و7 مخازن، فيما أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظة أربيل ودهوك، وقالت إن المتورطين ينتمون لحزب العمال الكردستاني، وكانوا يخططون أيضا لاستهداف شبكة الكهرباء في أربيل. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل.